الله يوفيك الله يوفيكم يطول في اعماركم. احنا بنعطيكم مجال لين تقهوننا، ما راح نبدا. ابدا خذ راحتك طال عمرك، ولين المخرج بعد يجهز اموره ويقولنا ابدا وبنبدا. خلنا نتقهوى ونعيم. انا احط جوي على الصامت يا نادر عادي؟ لحظة شوي، خل الربع يتقهوون، لا تستعجلون. خلنا احط جوالي على الصامت. ايوه الله يبيض وجهك. انا يعجبني في المخرج اللي خلينا على راحتنا. احط جوالي على الصامت؟ ايش رايك؟ احط جوالي على الصامت؟ ايش رايك؟ دقيقة بحط جوالي على الصامت. طيب احط جوالي على الصامت. ليش لا؟ قد مريت بالشعور ذا اللي الدوي عادي يعني. الامور طيبه ها؟ احط جوالي على الصامت؟ ما فهمني هو، ما فهمني. برنامج الديوان فكره وتغيير. وش يقول؟ عليه بصمه للنجوم وعلامه اللي اهتمامه، والله ما ادري ضيعتها. ايه اللي اهتمامه بين فكره وتغيير، حنا علينا غايته واهتمامه. يا سلام يا سلام يا سلام. اول شيء صح الله لسان شاعرها الشاعر سالبر تيبان، حيوه يستاهل. ثانيا وصح الله لسان منشدها المنشد المبدع متعب بن دخنه، حيوه يستاهل. أنت كل الربع أصدقائك من تعالم حنا وياك. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم معنا في أولى حلقات برنامج الديوان، باسمي وباسمكم وباسم النجوم اللي موجودين، واللي أنا من اليوم بقول لكم نجوم، ما راح أقول متسابقين، أنتم تستاهلون. باسمي وباسمكم وباسمهم نرحب بضيوفنا في هذا المساء. البداية مع ضيفنا اللي جاي من قطر الغالية، هو مرحبا به ومسهلا. أرحب يا صالح. تبقى وتحيا. حياك الله ولا تعبت. أنا دمت سعداء أول شيء بجيتك وبوجودك، ومرحبا بك والله مسهلا. الله يرحب بك وطول عمرك. وحنا محظوظين اليوم، الشعراء كلهم بني صالح، شاعرنا وضيفنا صالح بلوي، مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويرحم والديك، متشرف أن بضيفنا صالح النشيرة وجميع الضيوف وابو فراج وليهنون الموجودين كلهم. وأنت والله يا ابو جخير، أنت تامر ارقبه وحنا نستانس والله بجلسه معك. يعلم الله يبيض وجيهكم، جملتونا ووجبتوا لي وهذا من طيبكم. الله يرحمه. مرحبا والله مسهلا. لا اللي جاي من البعيد ولا من القريب. طبعا المنشد المبدع الغالي جدا سعود الجوزة، مرحبا بك والله مسهلا. ودك من بعض ضيوفنا ما تكون الميانه يعني بيني وبينها جده، لكن انت اليوم لك تعامل خاص عندي. تستاهل. الله يا مرحبا بك والله مسهلا. أنا ما عد نفسي ضيف في المحل ذا، لأني أنا ضمن كيان قناة الواقع وابن قناة الواقع. صادق. أنا مرحب معك الليلة يا أبو. جعل أمرك خير. جعل أمرك طيبك. الله يطول عمرك. ومنشدنا المبدع أحمد مطيري، مرحبا الله مسهلا. الله يبارك خير، أمسي عليك وعلى أخواني المتسابقين والمشاهدين، ومرحبا والله بضيوف هالقطر اللي والله نهلنا ونرحب وسلم. أسلم. ومرحبا بكم جميع، والله أني متشرف يا أبو خير بوجودي معكم، بوجود جميع الربع. والله يوفقهم، مرحبا والله مسهلا. الله يبقيكم جميع. اول شيء بنقول يا صالح اسلم، خلنا قبل ما نبدا او نسال نبي نستفيد من وجودكم الليله. ابغى الشباب تتفقون معي في نقطه، دائما الضيوف لا منهم جاوا وعلى قولتهم الله مسكنا اياهم، المفروض ان احنا ما نهدهم الا محللينهم بالقصيد والشلات. ما نبغى الوقت يروح بالاسئله، نبي نستثمرهم وناخذ منهم قد ما نقدر من القصيد. مرحبا بك والله مسهلا يا صالح اسلم. البلاد اللي عطاها الله تعالى من قوة